بيننا نحن المغاربة ينعت بالغباء، لكنه حيوان ذكي خدوم صبور جدا وفي، وإن كان نجم السخرية بامتياز. الحمار، علاقتنا بهذا الحيوان تتسم في معظم الأحيان بالاستغلال المفرط. في أطراف البيضاء ملجأ بوسكورا يؤمن الإقامة والعلاج. هلو توتو إليومو توتو إليس باغون. والحمار طوطو قصة حميمية بدأت فصولها منذ 21 سنة. طوطو يحظى بعناية خاصة داخل هذا الملجأ. كان طوطو يعيش وضعا صحيا مزريا، قمنا بإسعافه شيئا فشيئا وتحسنت حالته، واليوم يخلد للراحة. حضورنا رفقة إليس لم يكن مرغوبا فيه من قبل طوطو نظرا للتعذيب الذي تعرض إليه، وأصبح يكره الغرباء. يظن البعض أن الحمار هو حيوان غبي، هذا ليس بصحيح، إنه ذكي وصامت ويعرف ما يريد، له طاقة جسمانية كبيرة. هو مرادف للغباء عند البعض، له طاقة للتحمل. لعب دورا كبيرا في إيصال الإمدادات العسكرية وأضحى رمزا للسخرية في الاستعراضات وفي السياسة كذلك. يتجاوز عدد الحمير عبر العالم 40 مليون حمار، بينما في المغرب ليست هناك إحصائيات مضبوطة حول عدد الحمير. تجدها تنتشر في الأحياء الهامشية وفي الدواوير والقرى وكذلك في الأسواق. تكفي ثقة الحمار بصاحبه لكي يكون المعين المخلص. للحمار قيمة رمزية ومادية داخل بورصة الدواب. شحال الثمن ديالو؟ 1500 درهم، 30000. باش تعرف ان الحمار جيد ولا لا؟ يكون صغير في السن ديالو وما فيه لا عطاب لا والو في رجليه. في ظل تنامي الوعي بضرورة الحفاظ على هذا الحيوان من التعذيب والإهمال، أقيم هذا الملجأ ببوسكورة. رشيد باكاشو طبيب بيطري يقدم خدمة مجانية للحمير. سبحان الله، حتى واحد ما تيبغي الدواء واخا من صحته. تنأسوري لهم هاد لي سوان لي كونترول فابور، وميم حتى شي واحد عنده شي حمار ما بقاش يخدموا العيا تنشروهم عنده، وتنعاودوا نداويوه ونحسنوه هادشي ديما بطريقة مجانية، وغير يولي عاود مزيان نردوه لديك البروبريتير. ظهر الحمار لأول مرة في القرن الإفريقي قبل ما يقارب 12 ألف سنة. تحول الحمار إلى وسيلة للتهريب، يتم تفخيخه وتفجيره عن بعد أو يتم استعماله لتفجير الألغام. ما هي الصورة التي يرسمها الناس عن الحمار ببلادنا؟ الأمثال المغربية حقرات هذا الحمار هذا. أش يقول لك؟ تقول لك اللي ما عنده هم تولدوا له حمارته. والحمار في إلا شفنا في الواقع المغربي كتشوف ديك القافلة ديال الجمال اللي كانت بكري اللي كيسوقها هو الحمار، ولكن يكون في المقدمة. علاش؟ لأنه كيعرف الطريق كيحفظها. وقد شاهدت بنفسي انا في العروبيه الناس كيديو الحمار للبير كيسقيو كيرجع بوحدو للدار. الحمار كله خير الا شفتي في النوم. في بريطانيا يحظى الحمار بتكريم خاص، هو الحيوان الوحيد الذي يبقى طليقا في حدائقها، بينما حمير باقي القارات تعاني من شتى انواع التعذيب والتحقير والاستغلال المفرط.